أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا أعرف امرأة قريبة من أهل زوجي تفعل السحر والعياذ بالله، وهي تستخدمه في وجهها بحيث إذا بدأنا نسلم عليها ينتقل لنا. السؤال: كيف نحمي أنفسنا من هذه المرأة وهي من العائلة؟ هذه لا يجوز أن تترك، يبلغ عنها السلطة لأخذها وإجراء اللازم معها، لأن الساحر إذا ثبت أنه ساحر إنه يقتل ولا يترك يفسد في المجتمع. وأما السلام عليها، وإذا علم أن هذا يعدي لا يسلم عليها، من باب الحمية ومن باب التوقي، من باب الوقاية. نعم، لكن ما يكفي هذا، لا بد من، إذا كان هناك سلطة تقيم الحدود لا بد من إبلاغها، إبلاغ السلطة لتنظر في أمرها. نعم.